رمز غالي وثمين تحصدون عليه العديد من الدول، السمك كيفاش نتناولوه وشنو فيه؟ الجواب صباحية اليوم، مرحبا بكم معنا. وزارة الفلاحة والصيد البحري تقوم بحملة وطنية لتشجيع استهلاك السمك، وحنا معها في صباحية دوزام باش نوضح لكم علاش هو مهم بزاف للصحة ديالنا. الدكتور كريم الولي حاضر معنا في البلاتو باش يوضحنا أو ينورنا في هذا المجال. صباح الخير دكتور. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. بالتأكيد غادي نساندوا الوزارة ونحاولوا نوضحوا للناس علاش السمك فيه المنافع وبلادنا بلاد الخيرات فيها الحوت. وكيفاش نتناولوا الحوت؟ اقتراح بسيط من الشيف الهادي، وجدوا الورقه والستيلو ديالكم. صباح الخير شيف. صباح الخير سميره، صباح الخير مشاهدين الكرام. اليوم عندي واحد الطبق خاص بالاطفال ديال السمك. وغزلان المكوار غادي تلتحق بنا بعد قليل باش تورينا اخر صيحات الموضه. اللحظه نرحبوا بحليمه خبان في فقره فين حقك. صباح الخير حليمه. صباح الخير سميره، صباح النور على جميع المشاهدين. ملف هذا الاسبوع هذا هو ملف حول المنحه الدراسيه اللي كترفض المصلحه الضريبيه تاشيرته بالنسبه للطالب ديالو، وغادي نمشيو حتى للعيون لاجل حل هذا الملف هذا ان شاء الله. ليلى شوي عندها ضيفه رقيقه جدا غتقدميها لنا بعد لحظات. صباح النور سميره، مرحبا بكم مشاهدينا. اليوم ان شاء الله غادي نستضيفوا لكم اميره الانشاد والملحون سناء مرحتي. الكل والمزيد صباحيه دزامه من لحظه ففكره هدى جنان. إذن هدى اليوم كما فما عرفتي غادي نتكلموا على الحوت، وماشي بوحدنا اللي عزيز لنا الحوت. حتى القطط عزيز لهم. تماما. أنايا اليوم فاش فكرت هو أننا المغاربة كنبغيو نعتنيو بالحيوانات، ولكن المشكل هو أن لي زاكسيسوار ديالهم تيجيونا غاليين. فلهذا اليوم غنوريكم كيفاش غادي يمكننا نصايبوا واحد الدويرة أولا أن لي ديال القطط أولا ديال الكلاب أولا الناس اللي ما يمكنهمش يجيبوا الحيوانات للدار، يمكنهم يديروا فيهم اللعب ديال الأطفال ديالهم. لهذا كما كنقولوا لا للضياع. تماما. نسيبو حتى شي حاجه، غادي ناخذوا لي بول اللي تيكونوا ديال اما ديال البيجاما او لا ديال القطن اللي هما دو ما بقيناش كنحتاجوهم، اللي مقطعين اللي مقطع اكزاكتومون. هذا مع الحاجه رخيصه ولكن الفائده ديالها كثيره بزاف. غادي نمشيو ونخيطوا طوق طوق ديالها، حنا نخيطوا غير بليبيرات. غادي نخيطوا، غادي تشوفوا الطريقه سهله جدا وكتعطي واحد المنظر، فالمنظر والصلاحيه ديالها زوينه. الوغ من بعد غادي منين نخيطوا الطوق غادي نمشيو نعمرو هذا الشيء كله، غادي نعمروه بلاواط. يعني ملي كنقولوا لاواط غادي نعمرو الكمام. حتى الكمام ضروري، هما اللي خصهم يكونوا عامرين بزاف. هذا الكسده نعمروها غير شويه باش ما تجيناش عاليه، غنوريكم انا غير شويه باش نربحوا شويه الوقت. غادي نعمروه، نديرو زعما عامر الكم، ندير غير جهه كما كتشي كيجي بحال شي انبوده فوالا. وغادي نمشيو للبوست حتى هو نعمروه. نعمرو الكمام بجوج ياك؟ الكمام بجوج، انا غنعمر دابا غير جهه وحده. ها كيما قلت لكم هاد الكسده ما نعمروهاش بزاف، خصنا دائما شنو هي القاعده؟ هو ان هذا يجي منفوخ على الوسط هكذاك. داكوغ، دونك ملي غادي نعمروها نعمروها كامله. من بعد غادي نعطي كذلك الخياط، شتي غير شي شويه ما عمروش بزاف، نزيد واحد شويه هنايا. غادي نمشي ونخيط لها هاد التحتاني ديالها. دونك حتى هو كله غادي يدوز بالماكينه، اولا اللي ما عندوش الماكينه هادشي كله يقبضوا غير ويخيطوا ليبره، ماشي مشكل. كما تنقولوا الغرزه المثبته، حنا قريناها في الكوليج. فدماج ما بقاش هادشي كيدار هاد لي كوب هادو. التربيه النسويه كنا تنتعلموها في الكوليج، يا ريت ترجع هادشي. انا حقيقه انا تعلمت بزاف د الحوايج، خياطه، فنطبخ، كل شيء. الوغ من بعد كناخذوا هاد لي سكراتش وغادي نمشيو غادي نثبتوهم. انا نديرهم حتى هما غير نوريهم، غادي نثبتوهم غير بالغرزه. وغادي نديروهم على طول ديال الكم كامل. وفي نفس الوقت غادي ندير نفس الطريقه، غادي نديرها الجهه الاخرى ديال السكراتش. فين غادي نديروها وباش غادي يلصق؟ سيجي هنا. داكوغ، باش الكم يلصق على اكزاكتومون على الكسده. غادي نديرو الكم على الكسده وغادي يمشي هكذا، غيمشي به كامل. عجيب داك. الوغ من بعد شنو هو شنو كيعطينا؟ ها شنو كيعطينا؟
عجيب عجيب. شتي ملي كتجي تشوف. الوغ بالنسبه للناس كما قلت لهم الاطفال ما كيتحملوش الحيوانات في البيت، كيمكننا نديروا بهم اللعب ديال الاطفال نحطوهم كما كيمكننا عندنا واحد الضيف هذا النهار يا اما غادي نحطوا فيهم الخطوط بالنسبه للناس اللي عندهم القط في الدار او لا غادي نحطوا فيهم سميتها هذه سميتها ديزي ديزي غادي نحطوها وغادي تشوف كيعجبهم يجلسوا كيجي حتى هما بالفريش ديالهم. وكما كنقول لكم هادشي ماشي ضروري اننا يكون عندنا الفلوس والامكانيات باش يمكننا نديروهم، يمكننا نديروهم بارخص الاثمان نخدموا شويه بزيداتنا وكتكون النتيجه جميله وحتى هما نتهلاو فيهم. صحيح صحيح تهلاي لينا بديزي. شكرا سميرة. شكرا لك هدى على الفكره اليوم اللي في حقيقه رائعه جدا. نمشيو للحظه نناقشوا موضوع التغذيه لنا اليوم دائما في اطار تشجيع استهلاك الحوت أو السمك من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري. إذن كيف ما شرنا ليه سابقا وطيلة الأسبوع وزارة الفلاحة والصيد البحري تتقوم بحملة وطنية لتشجيع استهلاك السمك الحوت اللي موجود عندنا في البلاد واللي هو ثروة غنية عندنا واللي تيحزنونا عليها بزاف ديال الدول الأخرى. دكتور كريم الولي بصفتكم يعني خبير في علم التغذية، شنو ظهر لكم في هذه الحملة اللي تتقوم بها الوزارة معنية؟ فهذه حملة نلقاوها مهمة وتنشجعوها، فهي من شأن العام والصالح المستهلك. علاش؟ باش نحاول نقربوا المستهلك المنافع تاع السمك. فبالتاكيد المستهلك تعرف بين السمك هو من اللحوم البيضاء وما فيهاش نسبه الكوليسترول، هذا هو هذه هي الاشاعات اللي دايره، وخصنا نعرفوا بين السمك فيه الكوليسترول وفيه احسن كوليسترول اللي تتعاوننا في التاكيد الكوليسترول المفيد ماشي الوغ. هو غني جدا بما يسمى بليزوميغا 3، وهذا ليزوميغا 3 دابا تيديروا واحد الضجه، الناس تيخدموا في تكميلات غذائيه الوغ عندنا غير في الحوت. والحوت غني عامر بها بزاف، الخزان ديالو كبير بزاف، وتنعرفوا بان هاد لي زوميغا 3 مهمين بزاف للصحه. علاش؟ حيت هما اللي تعطيونا الصحه ديال القلب وديال الشرايين، وتعطيونا وقايه ديال امراض القلب والشرايين. ولهذا هاد الوزاره دارت هاد المبادره الطيبه، هي الفريده من النوع ديالها. أكيد. اول مره تنشوفوها في المغرب. وباش مهمه هاد المبادره؟ باش تحط الناس بان خاصه نفكروا في الحوت على الاقل مره او مرتين في اليوم الأسبوع. في الاسبوع ماشي في اليوم، في الاسبوع في الطبق ديالنا، وان شاء الله مع الشيف ديالنا يعطينا فكرات. ديجا اقترح علينا نهار ثلاثة يظهر لي اقترح علينا واحد الوصفه لذيذه جدا، واليوم كذلك غادي يقترح علينا وصفه باش يحبب الاطفال الصغار لتناول الحوت. وعلى ذيك الاطفال الصغار يعني كاينين بعض الانواع ديال الحوت اللي تتباعوا بطرق ماشي طريه، يعني الحوت ماشي طري، واش هو تيبقى دائما مفيد للصحه ديالنا؟ فبالتاكيد الحوت فخي فيه المنافع بزاف، ولكن ما نساوش بان الحوت كونجولي ولا الحوت اون كونسيرف سادير اللي تنشروه من السوبر مارشي في الخنيشات ديجا كونجولي تيبقى يحافظ على المنافع ديالو. الحوت كونجولي يعني الحوت متلج حتى هو راه تيبقى مفيد للصحه، تيبقى مفيد في الصحه وتيتكونجولا في لي زوت ميغ. سادير الا شريت الحوت عند المول الحوت فريش وجبتها للدار ونقيتها ودرتها في الكونجيلاتور راه بحال شريت لهذيك الكونجولي. لا باز هي لا ميم، هو حوت حوت وفيه المنافع ديالو، تبقى محافظ على المنافع ديالو اكيد تبقى. وبالعكس هو مكونجولي في لي اوت مير، سادير مكونجولي في لوزين يلاه كيطلع فخي وتنجيبو انا للدار كونجولي، دونك يمكن لي نحافظ به مده اكثر من هذاك اللي شريته فخي وانا اللي درته في الكونجيلاتور. وشنو رايك في المعلبات بحال دابا الطن اللي تناخذه؟ فهما لا باز هي لو برودوي اي لو ميم، نفس لو برودوي اللي بيناتهم هي طريقة الحفاظ. هنا درنا فيه مواد محافظة، الآخر درنا فيه الزيت، الآخر أون لا كونجولي، ولكن في الأساس راه هو حوت. اللهم ناكل حوت أون كونسيرف ولا ما ناكلوش نهائيا. إذا وعلاش أون كونسيرف؟ هو مزيان وتيجينا سهل مع الوليدات في لا سالاد في لي ساندويتش، دونك خاصنا ناكلو الحوت ولو أون كونسيرف ولو كونجولي. مهم ولو باني، هذاك اللي تيتباع كونجولي باني بالتاكيد بالتاكيد هو مزيان، غير خصنا نردوا البال مع الطريقه ديال الطياب ديالو، ما نقليوهش في الزيت او فور، نديروا لي كروكيت او فور، نبقاو ديما نردوا البال مع طريقه القلي طيب الطياب ديالو. ولكن كما كان خصنا نشجعوا الناس يستهلكوا الحوت في كاع الانواع ديالو في كاع الصفات ديالو بكل الانواع ديالو بكل الصفات ديالو. شنو هي المنافع من غير الاوميغا 3؟ يعني هو دائما تنتكلموا عليه كغذاء مثالي،
واش مثلا كيف ما تنسمو صحيح انه ما تيغلطش، هل صحيح تعطي نشاط العقل؟ هل مزيان الاطفال الصغار لانهم يعني تيقوي الجسد ديالهم؟ هادشي كلها بالتاكيد هادشي كله صحيح. اول وحده هي الاوميغا 3، نعاودو نرجعو لها حيت مهمه بزاف، تتنشط العقل، تتعطي الحيويه، تتنشط الخلايا ديال العقل، تتعطي الرشاقه. لي اوميغا 3 تيدخلوا في كاع الخلايا في نمو الدماغ في كل شيء. ومن غير لي اوميغا 3 فهو غني جدا بلي زوليغو اليمون اي لي فيتامين، الفيتامينات والاملاح المعدنيه. ففيه الفيتامين ا بكميه هائله وهي اللي تعطينا النظر الشوف. فيه الفيتامين بي 2 تتعطي الطاقه الانرجي. فيه الفيتامين بي 12 للسيوله العصبيه مهمه بزاف. فيه الفيتامين سي وهذا هو الوقت ديالها ما بين لي سيزون، حيت هي من احسن المضادات ديال لا ماشي الاكسده، فيها مضادات الاكسده ولكن التعفن لي زانفيكسيون. فاين كور ديال فيتامين سي تخلينا نحميو راسنا اكثر ضد الامراض. دكتور من اي سن نقدروا نعطيو الاطفال ديالنا الحوت؟ يعني واش الرضيع ملي تيبدا ياكل نقدروا انتيغريو ندخلو في الاكل ديالو؟ فماشي هو الاول بالنسبه للرضيع، فتنقولوا 6 موا لو سوفغاج، تدي خصنا نعطيوه غير الحليب حتى 6 شهور. تبدا من 6 شهور تنبداو التغذيه حاجه بحاجه. خضار وفواكه. اول حاجه ديما خضره بخضره، ديما باش نعرفوا اللي غيوافقوا اللي ما غيوافقوش، وباش حتى الرضيع يذوق المذاق ديال كل حاجه بوحدها، ما نخلطيش كلشي في دقه وحده. دونك تنبدا خضره بخضره، البطاطا، الخيزو، وانا ماشي. ونفس الشيء بالنسبه للحوت، دونك ملي تنكمل الخضر وتيولف لهم الذات ديالو، تنبدا ندخل ديك الساعه البروتينات وحده بوحده. غير تنبداو بالحوت الابيض، ما تنبداوش بالحوت المجهد الازرق بحال لي ساردين بحال الاكسا، تنبداو بالحوت الابيض حيت هو اللي خفيف. ما تنبداوش بديك كريستاسي بحال لي كروفيت بحال هذاك، تنبداو بالحوت الابيض وحنا تندخلو بشويه بشويه. وغالبا ما تيفوت العام يمكن لنا ندخلو ليه كاع الانواع الحوت، ما كاين حتى شي مشكل. تفضلي حليمة، شنو هي الطريقه المثلى اللي غادي نعطيو بها الحوت لذاك الرضاع؟ فبالتاكيد الاحسن يكون بلا الرضيع الرضيع وكاع الناس ما نقليوهش في الزيت. نعم هذه هو هذه اللي نديروها نهضروا عليها كل مره. فإلا قدرنا نخروه ولا انتيغريو في لاسوب بعد ما بخمناه ولا طيبناه في الفران، ما كاين حتى شي مشكل. هو يسانتيغ فاسيلمون، تيرطب فتي دغي دغي تيدوب في لاسوب، ما كاين حتى شي مشكل. يعني الجميل انه ديتيتيسيان ومغربي، يعني عارف الحوت اللي كاين في المغرب. شنو تنصح في هاد لا سيزون ديال البرد المشاهدين انهم يستهلكوا بكثره؟ شنو الحوت؟ فارخص حوت واحسن حوت في المنافع هو السردين. غادي نرجعوا لهذا الارخص من بعد، لكن كمل الفكره ديالك. اذا السردين خاصنا ناكلو بالتاكيد. علاش؟ حيت باش نرجعوا للفيتامينات مازالين جوج اخرين ما هضرناش عليهم. الوغ الفيتامين ديال الشرف لا فيتامين او احسن مضاد اكسده كاين في الحوت بكثره، والفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هو ناقصه بزاف السيدات في المغرب. انا رجعت تنستغرب في العياده ديالي اللي دي جون في دو 18 عام دو 20 عام تلقى عندهم نقص فيتامين دي، الوغ بلادنا بلاد الشموش وبلاد الخيرات بلاد الحوت وبلاد ما بقيناش نخرجوا ما بقيناش نشوفوا الشمس. اذا الفيتامين دي اللي هي مهمه لنمو العظام، هي تثبت الكالسيوم على العظم، والناس في المغرب عندهم نقصه بزاف. والحوت هو من اغنى لي نوتريمون اللي فيهم فيتامين. لما قلناش الواحد من اغلى لي التغذيات اللي فيهم الفيتامين دي، هي مهم بزاف. اذا انت تشجع التناول ديال السردين؟ انا بعدا عزيز عليا ما قاليش شنو كاين اللي ما كيعجبوش السردين. تنموت على السردين الثانيه. كاع الحوت اي سوفال على حساب الجيب ديال واحد، حيت كاين الغالي وكاين الرخيص. هما كاع الحوت اي سوفال كله فيه المنافع، كله فيه الفيتامينات. فنمشيو علاش ما قدينا ما نقصروش. ايوا نمشيو علاش قدينا. الشيف الهادي اول مره تكلمنا على هذه الحمله ديال وزاره الفلاحه والصيد البحري، قال لي مزيان والحوت رخيص في المغرب. قالت لي السيده كريمه الحلول المخرجه، قالت لي دي ترومبي فو، راه الحوت ما رخيصش في المغرب. ومشى للسوق وتفاجات يا شيف. فعلا تفاجات واحد المفاجاه زعما ما نتصورهاش، انني الحوت المغرب برا تلقاوه بثمن وتنجيو بلادنا تلقاوه بثمن اخر. عجيب. فاذا الحوت علاش غالي في المغرب؟ كاختصاصي في التغذيه ما عنديش علاقه بالاثمنه ديال الحوت، ونقدروا نسولوا ما يكون عندكم ممثل ديال وزاره الصيد البحري. الدعوه مفتوحه، الدعوه مفتوحه اليوم، يجيو يفهمونا علاش. يفهمونا علاش. الله كيدنا الخيرات تبارك الله. كيف ما قال الشيف الهادي عندنا البحر الابيض المتوسط من المحيط الاطلسي تبارك الله. داك الشيء اللي كاين، ولكن خصنا نعلموا الناس بان الحوت ماشي هو فخي. سادير كاين الكونسيرت ماشي ولا بدا ناخذوه طري. ماشي ولا بدا، نقدروا ناخذوه كونجولي هو تيكون رخص. يمكن ناخذوه كونسيرف في لي ساندويتش في لي سالاد تيدوز. وتالحوت فيه انواع على حساب لي ريجون.
فبحال بما تمشيو للناحيه ديال الاسفيه داك الشيء تلقاو سردين بالكثرات، تمشيو للوالديه تلقاو الدخله الدخله، انا الدخله هي اللي عجبتني بزاف الحوت، تحيه الناس ديال الدخله من هذا المنبر، الحوت عندهم غزال. فالحوت الثمن ديالو على حساب لي ريجون على حساب الفصول، حيت يكون الفصل تيكون هذا موجود هذا رخص، دونك الواحد يكون شويه ذكي في الاختيار ديالو ديال الحوت. وكاين بعض الانواع ديال الحوت اللي تتكون بمتناول الجميع بحال لومبغين اللي تتجي بغوشات القرب القرب، ولا بحال الفرخ ولا السمطه متناول الجميع 60 درهم تتبدا تبدا في 40 على حساب لي سيزون، تتبدا في 40 تتبدا في 40 30 50 درهم بعد خصها تيطلع حتى ل 80 وكاين الفرخ وكاين القرب. صحيح. والنصيحه اللي تنعطي الناس هو عندنا في الكوزين الميديتيرانيان عندنا الطاجين المغربي اللي هو اكله عائليه اللي نقدروا نجمعوا عليها على الحوت واللي تكون التكلفه ديالها رخيصه. وبالرجوع للسردين ليلى الشوي غنصوب لك كويره السردين ونشوفوا واش غيعجبك ولا لا. شكرا لك كريم الوالي على كل هذه التوضيحات. ونختم بواحد النصيحه فيما يخص لي كروستاسي اولا تو سكي ويتر اي مول، خاصنا ناخذوهم في لي سيزون اولا لي موا كي ستيرمين باغ بغ، يعني نوفمبر ديسمبر ياك هي داك الشيء اللي كاين، حيت هذيك هي اللحظه اللي تياخذوا من تيكونوا هذاك هما تيكونوا فراجيل حيت تيتاثروا بالبيئه ديالهم. والنصيحه اللي تنعطيو الناس هي ما ياخذوهمش مع ان فوندور اللي ما معروفش اللي ما كاينش لو كاشي ديال الدوله، تادي خصو يكون لو تيكات. هذا هو المهم حيت الدوله تدير مراقبه ديال المياه ومي تيكونوا غير صالحين للاستهلاك فتحيدوهم لو مارشي. دونك يعني فيما يخص بزروق مثلا ناخذوا هذاك اللي تيكون في كنيشات وتيكون فيه الطابع الامانه اللي هي كاين للامل وتوقعوا دي كاد دانتوكسيكاسيون. دونك هنا الدوله راها سهره على لا كاليتي، دونك الا ما داش لو كونترول ما خصناش ناخذ. مشكوره مشكوره وزاره الفلاحه والصيد البحري على هذه البادره الطيبه، نتمنوا انها تعاود ما يخص حوايج حدا اخرين ويشوفوا القضيه ديال الثمن ديال الحوت في المغرب. شكرا لك الدكتور كريم الوالي. نمشيو لحظه عند صلاح الدين وفقره الرياضه. صلاح الدين تستهلك الحوت؟ وياه استردين ولا نشوبه بزاف؟ جبتيني بوياه على ديك اللانشوبه ما بقيناش نشوفها بزاف في الاسواق، ما عرفتش علاش ولات غاليه بزاف. الوغ كانت يعاودوا لي الاباء ديالي انا كانت تتباع بخمسه دراهم لانشوبه 10 دريال واحد لقيتها وصلت 10 دريال الكيلو ودابا ما تلقاهاش ما كايناش قريب على الريق شفنا تلقاهاش. وحاجه اخرى ما عرفتش علاش ما كياكلوش كابايلا كبايله دكتور سي بارتي بيان سور ما كاين حتى مشكل تجي في الطاجين مزيانه تجي في الطاجين مزيانه في الشوايه وتحيه للمولين شويه تستردين كافي تنحكرو ما خاصناش نحكرو كبايله. تفضل صلاح الدين. شكرا لك. صباح الخير مشاهدي الكرام. الحصه ديال اليوم ان شاء الله سبيسيال دو غير اليوم غنحتاجو لو جيمبول موسيقى على بركه الله. اللي ما عندوش الجيمبول غير باش نوضحوا للناس الفرق، ما كاينش الجيمبول نخدمو بالطابي نورمال ولا بالزربيه ولا اللي كان. سبعة على بركه الله 4 3 2 غنهبط شويه و غنلونسي لي بغاو غنبدا بلي كرانش لي بوتي غير هاد المره يديا سوبل غنبدا بالبلوكاج 4 3 2 بوتي 1 2 3 نو ستوب 1 2 3 5 مساج ديما لي زابدو سيغي 5 سنيال غنبدأ لو بلوكاج وغنخدم بلي بغا بشويه بلا ريسبيراسيون ستوب بلوك اي ديفون غنحسب لو فونتر غتحرقني ماكسيموم فوق وغلبات القدام شونجي ديفون اب اي بيتي عاوتاني اب 4 3 2 ستوب شونجي فور ديفون دخرة ستوب ولا شيء اكارتي لي برا 1 ريسبير شويه فوق هوب هبط لقدام ارجع شويه لور اكارتي عاوتاني خلي يديك هنا لور وغنلوح يدي ماكسيموم شويه ديال تيار موديل الابدومينو باش نبدا الدوزيام بارتي وارجع هنا لقدام شونجي اكارتي Respire.
1 2 قدام امونسي ليا لي بلوتي عاوتاني هوب غيسبيغ بلوتي Huit ans, quatre, trois, deux, stop, écarte, un, deux, c'est pas la peine, écarte, bzaf, un de l'angle, huit ans, je ne sais rien, quatre, trois, deux, et stop, relâchez, quatre, trois, deux, changez, écartez les bras, bzaf, 4 3 2 devant hop شويه ورجع عندك طيح نورمال 4 3 2 جا غير على الحيط ديال الفوق وغنشوف عند سميرة سليم شونجي جهه اخرى هوب حركه اخرى باش نختموها 4 3 2 شونجي فوق تفعلوا دو ديالي ما فيها باس اي فوالا سيادنا بالصحة والراحة ما تنساوش ناكلوا سردي كبايلة وتحية للموالين شوية ديال سردي المدينة القديمة والنواحي تحية لكل الناس اللي تيخدموا في المجال ديال الصيد البحري تحية لهم وكيف ما قال صلاح الدين ناكلوا الحوت على الأقل جوج مرات في الأسبوع نمشيو لحظة نحلوا واحد من الملفات القانونية ديالكم في فقرة فين حقك مع حليمة خبان والأستاذ الدكتور محمد جمال مع التأخر وفي حقك اليوم تناقش ملف قانوني من العيون يخص موضوع المنحة الدراسية يقول لله حليمة خبان نعم سميرة فملف هذا الأسبوع هو منحة الدراسة العليا وكما كنعرفوا كلنا بأنه كيطلب إجراء هذا الملف مجموعة من التدابير الإدارية منها واهمها هي تاشيره ديال مصلحه الضرائب اللي كتبين الوضعيه الضريبيه ديال ولي الامر او الاب للطالب او للطالبه لكن المشكل اللي بغيت الساده المشاهدين يعرفوه اليوم نعرفوه جميع هو انه السي العلاوي يعني رفضات له مصالح الضريبه ديال مدينه العيون التاشير على ملفه بالحجه بانه ضروري خصو يسدد واحد المبلغ ديال 15000 درهم اسمح لي يعني الاب هو اللي عنده دين والابن ما يقدرش ياخذ المنحه على ود الدين ديال 15000 درهم وقالوا بان خصك تمشي تشوف في دمته هو واجب واحد الكرا ديال المنزل اللي هو تابع للامانه المخزنيه هذا باش نتعرفوا جميع على التفاصيل ديال هذه القضيه هذه نشاهدوا جميع الروبورتاج في شهر ماي الماضي تقدم السيد علي العلاوي كاي اب للقبض المالي لاقليم العيون باش يكمل اجراءات ملف المنحه الدراسيه لواحد من ولاده لكن كيتفاجئ بحجز الملف حتى يسدد واحد الدين عليه فشنو مصدر هذا الدين وشكون كيتحمل المسؤوليه ملي مشيت لنكمل الاجراء ديال الملف ديال المنحه ديال بنتي مشيت للقبضه ملي مشيت للقبضه قالوا لي سيدي نسالك الكرا ديال 15000 درهم قلت له ما قالش 15000 درهم علاش قال لي سيدي الكرا ديال الدار حي مرشد تسافر الدار ما عندي بها علاقه قال الوالد والدار متحفظت وباعت المملكه المخزنيه باعتها وتحفظ المشكل ديالها انتهى قالوا لا كنسالك الكرا بديت معاهم ما والو قالوا خلص الكرا قالوا يا سيدي المشكل ماشي مشكل نحن بالنسبه للقبضه قال المشكل ديال دارت ما مخزنيه بعد زيارته السيد القابض باش يعرف سبب هذا الدين كيتم توجيهه لمندوبيه املاك الدوله فهي المسؤوله المباشره على واجب الكرا حسب التصريح اللي عطاه اتصلت مباشره بالمندوب ديال المخزنيه اتصلت به جيت عنده قلت له ودي هالمشكل قال لي ودي ما عندي لك حل الدولة كتسالك كرا قلت له كان عقد الكرا قال لي الدولة دير لك الشيء اللي عجبها قلت له ما يمكن الدولة كيما تبيع كيما تكري القانون واضح ثم قال لي إذا ما خلصتي غادي نحجزوا لك الحساب البنكي هذا المندوب قلت له ما يمكن من شهر خمسة إلى يومنا هذا وجهت تقريبا دقيت في البنك كلهم بسبب هذا التعثر والحرمان من ملف المنحة حاول السيد العلاوي يطرق جميع الابواب من مراسله المديريه العامه لاملاك الدوله الى والي جهه العيون بوجدور الساقيه الحمراء ثم باقي الوزارات المعنيه على امل يتلقى جواب كافي يبرر هذا الرفض
انا موظف بسيط، الوزاره دائما تعدى حتى 5000 درهم، وعندي 7 دراهم وكل ما درسوا، وهذا انا بالنسبه لي مشكل، ومشكل وظلم، ظلم اجتماعي، ظلم اجتماعي. اذا كانت الدوله، اذا كانت الدوله سياسه الدوله 30 سنه ولا 37 سنه هامله المشكل، وتجي ضريك وتنتشر وتجي حكومه ولا يجي حد اخر وينبش المشكل، يمشي بطريقه عشوائيه، هذا ما يمكن. جمال معتوق، شنو رؤيتك القانونيه لهذا الملف هذا؟ هنا انا كنت نتمنى يعني نعرف علاش الخزين العام او الخزين الجهوي ديال العيون تعرض على انها الطالبه تستافد من المنحه. اللي بغيت نوضح هنا هو انه ما كاينش تضامن في الذمه ما بين الاب والبنت ديالو. الا كانت البنت عندها المعايير باش تستافد من المنحه، هذا ما عنده حتى شي علاقه بالذمه ديال الاب ديالها الا كانت عنده ديون عموميه. هذا هو المعقول. ومن حق الخازن الجهوي يدير حجز على الحساب البنكي ديال الاب. يعني ممكن هذه القضيه حسب يقول لك ما قال في الرقم، قال لا ما يمكن، لا يمكن يمكن لانه تحصيل الديون العموميه عندها الدوله امتيازات باش يمكن لا توضع يدها على المال ديال الشخص اللي كتسالوا ديون عموميه، لان هذه ديون ديال الدوله ديال المواطنين كلها. من حق الدوله تسترجع هذوك الحقوق ديالها، ولكن هذا الشيء ما عنده علاقه بالمنحه ديال الطالبه. الطالبه موجوده بوحده مستقله، يعني لا تزر وازره وزر اخرى. البنيته عندها المنحه ديالها، الحق ديالها، اذا كانت تتوفر فيها المعايير باش تاخذ المنحه خصها تاخذ المنحه، وما عندش الحق الخازن الجهوي انه يتعرض باش تاخذ منحه حيت كيسالوا الباها الفلوس. وهذا هو المنطقي. علاش؟ لانه مدونه، اذا رجعنا نمشيو للمدونه العامه للضرائب، ولا بغينا نقولوا لا ماشي مدونه العامه للضرائب، نمشيو نتكلموا على المدونه ديال تحصيل الديون العموميه. الفصل 93 واللي كيجي من بعد هذا الفصل هذا كيتكلم على هذه الحالات، ولكن ما كاينش التضامن ما بين الاب والبنت، والاب البنت او الاب والابن ديالو. اذا هنا كاين استقلاليه، فوقاش كاين التضامن؟ بالنسبه للموثق اذا ما حصلش، ما خداش الضرائب من عند هذاك السيد اللي جاي يبيع ويشري عنده، كيكون مسؤول تضامنيا مع البائع، لان خصو يخلص الضريبه ولا هو اللي غيتحمل المسؤوليه. المشتري ديال الاصل التجاري حتى هو ملي كيشري يتحمل مسؤوليه تضامنيه مع البائع اذا ما صرحش في واحد الاجل قانوني بدا الاشهار. اذا هذو الحالات تكلم عليهم القانون، اما بالنسبه للمنحه ما كاينش مسؤوليه تضامنيه. فاذا شنو دارت حاليا؟ حاولنا اننا نشوفوا يعني نتواصلوا مع الخزينه الاقليميه جهه العيون، لكن للاسف خلال اعدادنا يعني كيرفضوا انهم يتواصلوا معنا. استاذ حنا بالعكس كنتمناو يتكلموا معنا باش يوضحوا لنا الصوره ونعرفوا ترى كنا احنا غالطين وما عارفين شنو النصوص القانونيه، يصلحوا لنا يمكن هما اهل الاختصاص واهل الاختصاص يشرحوا لنا اكثر ونعرفوا علاش تعرضوا لان البنت تستافد من المنحه. نعم يعني كيربطوا لنا هذا المشكل ديال الملف بالناس ديال املاك الدوله، اذا باش نعرفوا شنو هما شنو اللي خلاهم انهم يرفضوا نشوفوا الناس ديال املاك الدوله المديريه الجهويه ديال املاك مخزونيه الدوله. نعم اللي تابع على هذاك السيد اللي كان تيكري من هاد الدار. باش نعرفوا واش فعلا وشنو دخل شنو هاد العلاقه اللي ربطات يعني المنحه. لا املاك المخزونيه ديال الدوله. نعم. كانت هادو ديور كانوا تعطاو في عهد الحسن الثاني الله يرحمه، استافدوا منهم بعض الناس اللي كانوا في المنطقه يعني الجنوبيه المغرب الصحراء، كانوا عطاوهم بعض الشقق وكانوا داروا واحد الكراء رمزي. هذا الكراء يمكن 70 درهم او 50 درهم، اذا السيد تتسالوا 15000 درهم ديال سنوات. اولا راه كاين تقادم، ثانيا تحصيل الديون العموميه يمكن الدوله تستعمل جميع الوسائل، الا عنده الاجر ديالو 5000 درهم يمكن دير له حجز في المنبع وتاخذ الفلوس ديالها. ولكن انا مازال تنقول ما يمكن لهمش يعاقبوا تلميذه او طالبه بحرمانها من المنحه لان باها تيسالوا الدين. إذا نحاولوا باش نعرفوا نشوف الموقف ديال الطرف الثاني، غنطلبوا منه والله يخليك تربط لنا الاتصال بالمدير الجهوي لأملاك الدولة بإقليم العيون. ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم، سي عبد الرحمن الجواهري. وعليكم السلام ورحمة الله، لا الذي خير الصحة لاباس. الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا في فقرة فين حقك. نعم لا شكون اللي معايا؟ نعم معك حليمة خبان، فقرة فين حقك برنامج صباحيات. مرحبا لك معنا. مرحبا لك معنا. من التساؤلات غيبغي يطرحها لك الخبير القانوني ديال الفقره الاستاذ معتوق بخصوص ملف ديال السي العلاوي علي.
اي مرحبا 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 سي عبد الرحمن لاباس عليك يا سي. اهلا وسهلا سيدي بخير لاباس عليكم صحة لاباس بارك الله فيك الله يكثر خيرك الحمد لله وشكرا الله يجازيك بخير ما عندناش الوقت للاسف ما عندناش وقت بزاف ولكن اذا كان ممكن تعطينا في دقيقه فكره على العلاقه ما بينكم انتم وبين السيد اللي كتسالوا الكرا في هذه الشقه ديالو واللي على بسببها ما عطاوش البنت ديالو الحق في المنحه. شكرا الاستاذ معتوق انا اللي يمكن لي نخبرك به لان الملف المسطري مفتوح عند مندوبيه املاك الدوله منذ فتح مارس 1978 ويتعلق الامر بواحد المسكن الفردي اللي هو مدرس عقاري من املاك الدوله المحفظه في اسم الدوله وكان كيشغل هذا السي العلاوي علي وتم تحميله واحد السومه الكرائيه من جراء هذا الاستغلال. السومه الكرائيه هي محدده كانت محدده في حوالي لا بالضبط كانت محدده في 44 درهم فاصلة 52 اي بسومه كرائيه سنويه محدده في 534.24. السيد بقى يمكن لم يؤدي هذه السومه الكرائيه. لبدايه يجب التوضيح على ان باعتبار يعني رؤساء دوائر الاملاك المخزنيه سابقا او مندوبي املاك الدوله حاليا هما عباره عن امرين بالصرف مساعدين كيصدروا واحد الاوامر ديال التحصيل ديال الاملاك الدوله وتوجه هذه الاوامر ولا لي سومي دو بريزون شارج الى المحاسبين المكلفين بتحصيل هذه الاموال العموميه والجهات ديال المصالح الخزينه هي اللي كتكلف بهذا التحصيل واللي تيبدو من هذا الملف لانني سبق لي وان استقبلت هذا السيد في المكتب واستمعت له بامعان في محاوله لايجاد بعض الحلول التوفيقيه لهذا المشكل لانه من المؤسف جدا ان يكون هذا الربط ولكن لست ادري العلاقه السببيه الواقعه بين المنح لان ادارتنا غير مختصه اطلاقا بمعالجه ملف المنح. سي عبد الرحمن نعم سيدي هذا هو السؤال فعلا اللي كنت غادي نطرحك واش عندك فكره على العلاقه ما بين الحرمان من المنحه لذاك التلميذه والكراء اللي كتسالوا لهذا السيد هذا؟ انا شخصيا من ناحيه لست يعني ربما المحاسب العمومي يكون هو اللي اكثر مني خبره ودقه الاجابه عن هذا السؤال بكل من التفصيل ولكن حسب ما اعلم من مدونه التحصيل العموميه انه يمكن ربما من الاجراءات العمليه التي تلجا اليها بعض الادارات لحمل المدينين على الوفاء بديونهم او بالديون المترتبه في ذمتهم يمكن ان تقوم ان كل ما اتصل بشخص ما كيكون عنده ديون ولكن صراحه لايجاد جواب يعني صحيح 100% يجب الاتصال بالمحاسب العمومي اللي هو يمكن يفيدكم زعما سي جواري اشنو كتقترح علينا الان باش نشوفوا حل وما يبقاش يعني مستقبل يعني هذه البنيته هذه راهين بهذا الدين خص العلاوي يعطيه الاملاك الدوله استاذه لانه يجب المعرفه وهذا معلوم عند الجميع بان مداخل املاك الدوله الان بعد ما تيتم التحميل ديالها وكتصبح ديون عموميه واجبه الاداء ما عندناش شي خيار اخر نقولوه ولكن يمكن ان تكون هناك حقوق يعني حلول توفيقيه يمكن السي العلاوي انا علي يمكن له يلتجئ الى القابض المحاسب ويفتح مع حوار ربما يؤدي عن عباره عن اقساط او يؤدي اللي هو قادر عليه يخلصه اليوم ويمكن يخلص من بعد خلال سنه او شهور او هذا لانه في الحقيقه يمكن ما يكونش هو الذمه ديالو الماليه زعما ليست من في المؤهله باش يمكن يدفع الدين كله ولكن يجب فتح حوار جدي وانا كنت اللي استقبلته في المكتب كنت اقترحت عليه هذا الحل قلت له اودي الى جاب الله اقترحنا عليك هذه القضيه ديال تادي بعدا واحد الجزء من هذه الديون الان ونمشيو ونشوفوا مع مصالح الماليه الاخرى ربما لاعاده جدوله الديون على فتره محدده باش انت الذمه الماليه ديالك ما تاثرش بهذه الديون اللي تراكمت لما تقريبا 20 سنه سي عبد الرحمن الوقت يجب الاخذ على الاعتبار هذه ديون عموميه واجبه الاستيفاء ما عندناش خيارات شكرا كل الصلاحيه في الامر شكرا على التفاعل ديالك معنا على الاقل اعطيتينا معلومات اللي كملات الصوره عندنا ولكن تنشكرك على التواصل معنا سي عبد الرحمن نعم كنشكروا يعني الناس ديال املاك الدوله على الاقل انهم عطاونا يعني تصريح شنو رايك استاذ قانونيا شنو الحل كان املنا اننا يكون تواصل مع الخزينه العامه ولكن للاسف كان يعني تعذر علينا يعني حاولنا بجميع ولكن تبقى دائما السؤال مطروح اشنو هي العلاقه ديال المنحه ديال الطالبه وما بين واحد الدين اللي كان اللي خصو يحصلوا عليه من طرف شخص اخر اللي هو ما عنده حتى شي علاقه كنهضر من الجانب القانوني والمسؤوليه التضامنيه وشنو كتقترح علينا استاذ اذا شنو فينا هو حق يعني حنا يمكن نبقاو متبعين تنعينوا الخزينه العامه يعني تواصل معنا واتصل بنا باش قلنا شنو يمكن لها تقترح في هذا الملف هذا على اي سؤال راه اليوم تطرح
نعم اكيد. اذا الملف ديال اليوم باقي ما انتهاش، غادي نبقاو متبعين وغادي نحاولوا المره ومرات اخرى ان شاء الله باش نشوفوا مع الخزينه العامه للمملكه يعني يفسروا لنا شنو هو السبب وشنو هي هذه العلاقه ما بين المنحه. اذا على املنا ان شاء الله السي العلاوي ياخذ الحق ديالو ان شاء الله. هادشي اللي نتمناو ان شاء الله. شكرا لك حيمه خبان، شكرا الاستاذ محمد جمال معتوق على التفاعل ديالك مع الملفات اللي تعرضوا علينا كل المشاهدين عبر فقره فين حقك. نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله حليمه. نعم. وما ننساوش بان الساده المشاهدين اللي بغى يصيفط لنا يعني الملف او اي واحد عنده مشكل قانوني يعني يصيفط لنا الملف ديالو مصحوب برساله كتلخص المشكل اللي عنده طبيعه الحال على رقم الفاكس اللي كيظهر الان 0522 66 43 43 او على البريد العادي. نمروا اللحظه للفقره المواليه. يا ريت شاف نلقاو عندك الحل باش نشجعوا استهلاك الحوت ونشجعوا اكثر يا وليداتنا باش ياكلوا الحوت. بطبيعه الحال سميره اليوم راني جبت واحد الديش ديال واحد الطبق بالبطاطا والسومو. ايوا البطاطا عزيزه على الدراري والسومو، دونك غادي ندوزوا فيها الحوت. السومو وبطاطا، وبطاطا نحاولوا ما يمكن نسلقوها ونسلقوها بالقشره ديالها باش ديك البطاطا ما تجبد ليناش الماء بزاف. وتنصح السيدات ملي تسلقوا البطاطا يخوي الماء ويردوا ديك البطاطا في ذاك الطنجره ويغطوها بشي كتانه ويخليوها حتى تنشف على خاطرها. هكذاك غادي ناخذوا هاد البطاطا نعصوها بحال هاد الشكل هذا. بحال هاد الشكل هذا تمعص. ونزيدك واحد المعلومه الاخت سميره، الناس ملي تلقاو الحوت رخيص يحاولوا ما امكن يشريوه وما يغسلوهش ويكونجلوه بهكذاك. هكذاك واخا يكون موسخ. واخا يكون موسخ حتى يبغوا يستعملوه ويديروه. في حاله ما بغاو يوجدوه نورمالمون كون كانوا حدا البحر يشلوه بالماء البحر، الا ما كانش الماء البحر ياخذوا الملحه ويديروا هذاك الحوت ويغطيوه ويخلوه في الفريكو حتى يبغي يصايبوه ويغسلوه ويصايبوه. هذه معلومه قيمه نشكرك عليها بزاف شيف الهادي. بحال هذا الشكل هذا ناخذ هذا السومو هذا، انا ما بغيتش نطيبه لان الفوائد ديالو كثيره في السومو سيغتو الفيتامين وداك الشيء بالاخص للدراري الصغار. نورمالمون السومو ما خصوش يطيب بزاف. وعلاش انا اختاريت السومو اليوم واخا الثمن ديالو غالي؟ لان فيه جميع لي فيتامين وهو تيعتبر ملك الحوت. ملك الحوت. ملك الحوت. هو اللي تيكون ميدم في الحوت، تيقولوا ليه هو اللي ميدم زعما. ميدم في الحوت، كناخذ شويه ديال البصله. وعلى ذكر غالي دابا بدا سيرخاص، وثانيا بداو تيتباعوا طريفات ديال السومو، يعني نكتفيو غير بطريف واحد. طريف واحد يكفي، يقدر يستعملوا حتى الكبار، ندير شويه ديال الفلفله، وجميع الخضر اللي بغاو يديروها، نديروا شويه ديال الصبار ولا الربيع مخلط. دونك درتي البطاطا اكرازي، غسلناها. ودرنا فيها السومو، شويه طريفات السومو. خضر. خضر. شويه البصله، شويه ديال الفلفله مقطعه خضراء حمراء. هنا عندي الكمون والفلفله حمراء. ندير واحد شويه هنا باش تعطينا ديك النسمه. تنديروا شويه ديال الابزار. الابزار. تنديروا شويه ديال قصبر مطحون. هكذاك، حبوب القصبر مطحونين. اييه، شويه الملحه. نديروا شويه الحامض. على الشكل هذا. اللي تنخلطوهم قبل نستعمل يديا سميره ما كنخلطوش. تفضل الله عاودي، حنا السيدات المغربيه السلام دائما تنستعملوا اليدين. قبل ما نستعمل يديا غادي نستعمل جوج بيضات. جوج بيضات على اساس باش ندوزوهم فيه. يمكن لك تخلطيهم سميره. لا لا تخلطهم انت، يعني يدي مسخين. لا ما غادي تخلطيهم غير بالعشق. بالعشق هما. اييه. علاش ندير لهم لك؟ المره ديجا غسلت يديا بحال هذا الشكل هذا. كان اللي كيبغي يدير شي بيضه هنا باش يجمع هاد العجينه هذه يجمعها، واللي ما بغاش من الاحسن يخليها بحال هذا الشكل هذا. نخلي هذا غير هكذا. هكذاك هكذا كناخذوا البطاطا بحال هكذا، ومن الاحسن نخلوها تبرد بحال هكذا. كندير لهم دي سيجار بحال هذا الشكل هذا. اييه نحطهم فهاد هكذا، اولا تنديروهم بحال هذا الشكل كويرات. تنديروهم بحال هذا الشكل كويرات. كنديروا يعني ثلاثة أربعة الأشكال، نحطوهم بحال هذا الشكل هذا. أييه. وكيجيو زوينين، والدراري حتى لما تيبغوش ياكلوا الخضرة ولا شي حاجة زيديها هنايا غادي ياكلوها. دونك هنايا عصفورين بحجر، ياكلوا الخضر وياكلوا الحوت. أييه، وسيرتو يديروا مثلا السامة، إلا ما كانش السومو يديروا السردين. وأنا غادي نحاول إن شاء الله ندير أطباق ديال السردين. أييه. اللي هما ساهلين، ما يقدوش يقليوهم، يقدو يرقدوهم، يقدو يطيبوهم في الماء، يقدو يديروهم كويرات، يقدو يديروهم دي موس، كلهم هادشي هذا. ما كرهناش. تناخذوا شويه ديال الدقيق بحال هاد الشكل هذا، الطريقة هي هذه، تناخذوا بحال هاد الشكل هذا، تنديروا شويه الدقيق،
نديروه في البيض على الشكل هذا، حتى اللي بغى يدير البيض يدير مع شويه الحليب يقد يدير هكذا، نديروهم في لا شابليغ على الشكل. محمص محمص وتنطيبوهم واحد جوج دقائق حتى ثلاث دقائق بما توجدوا، تنعطيهم للاطفال. طريقه سهله بزاف. نديرهم في الفران كذلك، نديرهم ملي نطيبوهم، اللي بغى يديرهم في الفران يديرهم، اللي ما بغاش يدير في الفران يديرهم غير بحال هكا الشكل هذا. واضح واضح، يعني طريقه سهله وفي المتناول الجميع. وهذوما لي كروكيت اللي تيتباعوا في السوق تقريبا. عطينا الوصفه سهله سهله واقتصاديه جدا، وانا متاكده غتكون لذيذه بزاف للناس المشاهدين. تنشكرك عليها بزاف الشيف الهادي. وموعدنا يتجدد الأسبوع المقبل إن شاء الله مع وصفات أخرى. دائما الشعار ديالنا فيها هي الحوت والسهولة ورخة، وحتى الطريقة باش تنديروها يعني سهلة في المتناول ديال الجميع، يقدر يديرها أي واحد. والشيف الهادي توعدكم بأسرار أخرى غادي يشاركها معكم. وواحد الحاجة أخرى، أنا كما قلت لك غادي ندير واحد طبق للنساء بالسومو وبالعدس، وتنتمنى يشاهدوا ديك الحلقه اللي ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه. الاسبوع المقبل وعينا يتجدد. شكرا لك شيف الهادي. نمشيو لحظه نشوفوا او نطلعوا على اخر صيحات الموضه مع غزلان كوار فيما يخص الجمال. اذا غزلان اليوم غادي تورينا اخر صيحات الموضه. كيف ما ذكرتي سميره، غنوريو السيده شنو هما لي طوندونس ديال هاد السنه الجديده. كيف ما تيشاهدوا السيدات عندنا الطبله، يعني غنوريهم لي روج ا لي ولي فيرني، لان اغلب الاحيان تنبغيو نديروا اللون ديال العكار يكون لون ديال الفيرني، الشيء اللي ما دايرهش انايا. ماشي مشكل ماشي مشكل سميره، العكار ديالك تبارك الله اللي اون طوندونس، لو روج ا والاحمر تيواتي، يعني يمكن لك تلبس كيواتي كل سيدات، ويمكن لك تلبس اي حاجه تيمشي معاها لو روج. دونك ماشي مشكل، راك على الموضه. دونك كيف ما تيشوفوا السيدات عندنا هنا ان بتي بريزونطوار فيه لي روج ا ليفغ. انا فضلت لا باليت، علاش؟ لان لا باليت كتبقى براتيك بالنسبه للسيدات، يعني يمكننا نديروا لي ميلونج. هنا عندنا خمسه ديال لي روج ا ليفغ، ولكن ملي تنخلطوهم كنحصلوا على يمكن يولي عندك 15 او 20 عكار تماما في البيت. احنا ننزعموا ونخلطوا، فوالا يمكننا نزعموا ونخلطوا. الوغ بالنسبه للسيدات العمليات اللي تيبغيو يكونوا يعني يوميا بليفي ناتشورال، كنا وريناهم في اول الشهر لو ماكياج نود. ماكياج نود هما هاد الالوان هادو طبيعيه الترابيه اللي غتواتيهم داك لو بيج تخي ناتوريل في ديغرادي البيج، وواضعين هنا الاحمر بالنسبه لليل، او ليله بغينا بعض الاحيان يعني نديروا ليكسيبسيون مره تخي طوندونس لو روج، سي لا كولور اللي ما عمرها تتموت صراحه. الابيض والاسود في الملابس، والاحمر بالنسبه لهذا ما تيموتش. هنا نوري السيدات بان باقي دارج على الموضه لي كولور ان بو فلويو بحال لو روز فوشيا، وهنا واضعينه مع لي كولور اللي هما نود. اللي يمكننا نديرو هاد لو روز فوشيا نبردوه بهاد لو بيج غادي يعطينا ان كولور زوينه، هاد لو مارون شويه شوكولا الا بردناه حتى هو بلو بيج ما غاديش يبقى داك شوكولا. يعني السيدات يبدعوا في الخليط ديال الالوان ديالهم اللي جميل بزاف. انا عجبني هادو هما الالوان اللي وضعت لك سميره اليوم. تماما. دونك لي سو حتى واخا تنماكي في لي لوج غير تنقص اللمسه لا فاليديتي ديالها. كنبغيو شويه مره يعني من بعد الحلقه مواتين مع الموضوع ديال الحلقه. هنا عندنا لي طون ديال لي سومون كما تشاهدوا السيدات، الالوان ديالهم كامله يعني من بارد حتى الغامق، ويبدعوا دائما في لي ميلونج. وهاد لاباليت اللي صراحه تتبقى لو كلاسيك الاحمر بالدرجات ديالو، حتى لو بوردو داك اللي مغلوق حتى هو تيواتي السيدات كاملين، غير هو تيبغي الاسنان ديالنا يكونوا يعني معالجين مزيان، يعني اللون ديالهم ابيض باش ما يعطيش على السطريه. دائما يكون الاعتناء فوالا. اللي جميل فيهم هو هاد لي باليت عندهم لي كريون ديالهم، وماشي اي كريون، يعني دي كريون واتر بروف اللي غادي يصبروا يعني الماء فوالا، وما غادي يضيعوا لنا ما والو. دونك حيت السيدات بعض الاحيان الوان اللي غامقه تيخافوا ان العكار ديالهم يضيع لهم في الجناب، سي با جولي. دونك نديروا ان كونتور اللي هو واتر بروف يحبس لنا، كيبقى لنا الاختيار يا اما ناخذوا دي باليت يا اما غير دي روج ا ليفغ بحال هكا، حسب البيدجي ديالنا حسب الجيب ديالنا. لي فيرني باقي حتى هو دارج لي روج فوشيا، وكاين فلويو كاين فوشيا كاين الازرق بالدرجات ديالو. هنا عندنا الازرق الكتريك، هنا عندنا غري، هنا عندنا الازرق اللي هو مارين داك لو بلو مارين، حتى هو دارج بزاف هاد السنه. ما تيواتيوش كلشي هاد الالوان غزلان، علاش سميره ما تيواتيوش كلشي؟ علاش نحرموا السيدات كلهم؟ ما نعرف يكفي ان تكون دايره اون بون مانيكور بحال دابا انا اللون ديالي اسمر، يعني كيقول لا الاسمر اللي سمرين
الا درنا لون غامق غادي يغمق الايد. لا اللون الاحمر تيجي مع السمر. يكفي يكون دايرين اون بون مانيكور ان بون غوماج اللي يعني ايدغاتيو مزيان كريمه مزيانه لتغذيه البشره باش ما يكونوش البشره ديالنا شاحبه ونديروا لون اللي هو يعني تتشوفي سيده بهذا لا كولور اي با بروبليم. علاش غير هو يكون اظافر يعني مصايبين مقادين مزيان تيجي مزيان. تفضلي الالوان على الطفرق قصار ولا الالوان على الطفرق طوال؟ صراحة يعني كنت وسطين ما طوالش بزاف ما تجيش تشوفها شوية خشينة تجي قبيحة في المنظر وقصار عاود بزاف الألوان غامقة بحال لي بونطالون ألوان غامقة تيبينونا ضعاف دونك غادي يزيدوا يصغروا لينا من الأظافر ديالنا. أنا ما عرفتش علاش تيعجبوني الألوان في أظافر صغيورين قد ما طولوا الأظافر تيعجبوني فرنش نقيقة كتجي نقية وكاين حتى الأسود هذا العام دارج مازال دارج الأسود حتى هو أنا كنكتفي الأسود فوق من لافرنش تنديروا به زويقات اما بتي بابيون يا اما وريدة وهذا مي بوحدو كاين الناس اللي تيزعموا على هذا الشيء تنعطيهم زعما تبارك الله عليهم الا تيزعموا علاش لا بابا يمكننا نديروا انا بعض الاحيان تندير دوغي في الاصابع كله اصبع واحد يمكن يكون فيه الاسود تعطي لمسه زوينه يعني غير اذا كان غير صبية واحد غادي يعطي لمسه يعني ولي زوين في الاسواق دابا هما هاد لي لي ديسولفون هما في ليبونج دائما تنأكد للسيدات يعني من الأحسن ساهلين في الاستعمال ومنين تخشي غير الصبع ديالك تيتمسح حسن ما بقى ندير كوطون وسورتو الأحمر تيوسخ هاد الجناب ما تيبغيش يزول يعني الطريقة دونك بوغ السيدات اللي غادي يبدا دابا السولد إن شاء الله في آخر يعني الشهر بغاو يقتنيو يعني حنا ولنا نوريهم شوية الجديد باش من يبغيو يشريو يعرفوا شنو غادي يشريو. فإذا الأحمر دائما يعني يجبدوه الى عندهم يجبدوه يلبسوه ماشي باقي في الموضه لو روز فوشيا لا في الاظافر حتى في الملابس الشفاف وكاينين لي كولور نوت كذلك وكاين لي كولور عاوتاني لي فونسي يعني بلو مارين غري فونسي الاسود يعني ماشي ولا بدا نشريو هذا الشيء باش نكونوا طوندونس يمكننا هذاك الشيء اللي عندنا في البيت نجبدوه وغادي نكونوا يعني على الموضه. والحمر كيف ما قلتي ما تيموتش بحال دائما بحال فن الملحون اللي ما تيموتش دائما عنده المولوعين به وكاينين الناس من القلائل اللي حاملين المشعل ديالو من بينهم ضيفه ليلى شوي اليوم فقره مشاهير. سعيدة جدا باختيارك لضيفة اليوم ليلى الشوي لان انا من المعجبات ديال الفنانة ديالنا وحقيقة تنسمع ليها بقى عندي السيديات ديالها. سعيدة جدا بحضورك سارة. بارك الله فيك. شكرا انا اسعد. أميرة الإنشاد والملحون الصوت الشجي والقوي حضرة معنا مشاهدينا سناء مرحتي فمرحبا بك. الله يبارك فيكم وأنا سعيدة بزاف بحضوري معكم هذا النهار هذا في برنامج الصباحيات. إذا أنت شابة فنانة شابة ملعب بالغناء من الطفولة ديالك نشأتي وتربيتي في أسرة محبة للفن والتراث الأصيل سجلتي عدد من القصائد الخاصة كالأم للكاتب عبد المجيد وهبي والشمعة وفاطمه ويا رسول الله شفع لي الدمليج والبراقيه وقصيده غيتا وعملتي 6 ديال الالبومات تبارك الله والسابع هو جاي في الطريق ان شاء الله بالتوفيق. كذلك في 1999 مثلتي المغرب في التظاهره ديال لو طون دو ماروك اون فرانس بعدها مثلتي المغرب في مجموعه من المهرجانات اخرها كان في اوتاوا في سنه 2012 ونذكر كذلك مهرجان اللي كان بالجزائر قليعة والعديد وقلم المهرجانات الاخرى اللي حضرتي. حنا شفناها تتكبر ملي كانت صغيره شفناها غادي تتزعل ما تحسبوش بزاف لاج دونك اذا افتتح مؤخرا مهرجان اندلسيات الدار البيضاء في النسخه ديالو العاشره وانت كنتي حاضره فيه. اذا كانت حاضره اكيد. اذا هذا الحفل هذا كان ناجح تبارك الله شنو فيك تقولي لنا عليه؟ الحمد لله المهرجان في الدوره ديالو العشره كان ناجح بزاف. كل الدورات الحمد لله كانوا ناجحين لان الناس اللي قائمين على هذا العمل الناس كيحبوا التراث وكيعشقوا الموسيقى الاندلسيه. الشيء اللي ميز هذا الدوره طبعا هو اني غنيت لاول مره الملحون مع كوغال ديال شباب السن ديالهم ما كيتعداش 18 سنه وكان حضور كثيف الحمد لله وكان تشجيع من الناس والناس جاوا وتقبلوا لانه هو مهرجان اندلسيات وغنينا فيه الملحون والملحون لقى قبول كبير. كان حضور جماهيري كثير وكان كذلك التجاوب ديال الجمهور معكم. ديال الجمهور وي هذه احسن حاجه يعني تقدر توقع للمغني فاش كيلقى بان الجمهور كيحس بداك الشيء اللي كيغنيه وكيتجاوب معاه. هذا الشيء اللي وقع وكنت
كنت فرحانه بزاف وسعيده بزاف بهذه التجربه. شنو شكون هما الشخصيات اللي كانوا منورين هذا الحفل هذا؟ من الفنانين من الفنانين كان الفنان مروان حجي طبعا اللي كان هذا حفل افتتاح ديال المهرجان. كانت لاكورال ديال دار الآلة برئاسة الأستاذ عبد الحميد سبعي، كانت تقريبا 40 شاب وشابة ديال لاكورال. كان الجوق ديال سي مهدي شاشوع، كان الجوق ديال فهد بن كيران، كان يعني واحد البلاطو زوين بزاف، جميل جدا جدا. تبارك زاد زيان بالحضور ديال سناء. مرحبا، الله يبارك فيك. شكرا، بارك الله فيك. اذا سناء، انت اختاريتي تغني من ريبرتوار سامي المغربي، علاش؟ سامي المغربي كيبقى فنان مغربي، وانا اي شيء، اي تراث ولا اي لون غنائي مغربي انا معه. ماشي بزاف ديال الناس كيتشجعوا على هذا الريبرتوار لانه صعيب، ويمكن يكون اصعب من الملحون، وانا كنبغي لي تشالنج، كنبغي تحديات. دونك الحمد لله توفقت فيه، وان شاء الله ان شاء الله مازال. انا غادي نطلبك المشاهدين ديال الصباحيه تغني لنا شي مقطع. سميره انا غادي نغني موال على صباحيه طبعا. محنا ساعة مع الحباب نغنو فيها فرجا، محلاها مجمعكم في كل وقات، وانا معكم اليوم، وانا معكم اليوم في احلى صباحيات. الله عليك، انا ما كرهتكش في لابون بانوس. علاش لا سميره؟ موجوده سميره، بقاي معنا ترتاحي شويوش، وغادي نشوفوا مقتطفات. حرم يا رسول الله، الحرم يا حبيب الله، الحرم جيت عندك قاصد سيدي ويا رسول الله. حرم يا رسول الله، الحرم يا حبيب الله، الحرم جيت عندك قاصد. الشفاعة المجد، خوفي بزلتي نتمرمد يوم الوقوف عند الله، يوم الوقوف عند الله. عار عليك يا محمد، عار الوصف على مولاه. حرم يا رسول الله، حرم يا حبيب الله، حرم جزا عند القاصر سيدي ويا رسول. نعاودو نرحبوا بك مره اخرى، نعاودو نذكروا انك استقبلناك من قبل، غير باش نعاودو نذكروا انت من مواليد مدينه صفرو، كبرتي في ازمور، ولكن الدراسه ديالك الموسيقى درتيها في مدينه الجديده اللي ما كانش فيها هذا النوع ديال الموسيقى. واش دابا كاين منافسه؟ واش كاينين وجوه جديده في هذا الميدان هنا؟ كاينين وجوه جديده تبارك الله، كاينين شباب، كاين واحد البنيته تبارك الله صوتها زوين بزاف وكيعجبني شخصيا، نهيله القلعي. لا في الجديده مع الاسف ما كاينش اصوات
الاصوات كيغنيو الملحون، ولكن كنلقاو الاصوات بزاف في مكناس وفاس، وكنحيوهم على هذا الاجتهاد، لان ما ساهلش تغني الملحون وما ساهلش تاثر، خصوصا لا ميسيون صعيبه للمؤطرين والناس اللي كيقوموا على هذا العمل وكيحفظوا الناس كيحفظوا الاطفال الملحون. التجربه ديال اللي متواضعه مع لا كورال ماشي سهل تاثر الناس اللي خصوصا اللي ما عندهمش إلمام بالملحون. ذكرينا بالاسم ديال هذه البنت. سميتها نهيلة القلعي. صوتها زوين. انا عرفت بانكم استقبلتوها وتبارك الله عليكم. طلع النبي عليها. صوتها زوين. ولماماها ولباباها اللي زعما حتى هما معاونينها طبعا في المسيره ديالها. ذكروني حتى انا بابا في الاول كان كيرافقني في جميع هذا، وفاش كنشوف بان الوالد ديالها والوالده ديالها واقفين معاها وباغيين يبينوها هذا شيء جميل جدا جدا. كنتمنى لها ان شاء الله التوفيق. اذا انت فنانه كرستي حياتك كلها لهذا الفن هذا، شنو 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 الهدف ديالك؟ فين باغي توصل سناء مرحاتي؟ انا الهدف ديالي ماشي يعني مزيان يكون عندك هدف، ولكن الاهم من هذا الشيء هذا هو الناس يحبوا الفن ديالهم ويعرفوا بان التراث ديال المغرب تراث كبير بزاف. وانا كيسعدني بزاف فاش كنشوف شباب وكنشوف تلفازه كبيره كتشجع الناس اللي كيغنيو ملحون وديما مواكبه المسيره ديالهم، كيسعدني بزاف فاش كتصل بيا ليلى كتقول لي شنو هو الجديد شنو هما المهرجانات. هذا شيء كيشرف. يعني الهدف ديالي هو انتشار هذا الفن في المغرب وفي المغرب العربي ولما لا الوطن العربي كله. اكيد سميره، الى لاحظتي معايا ان المغرب فيه واحد التطور كبير في الاغنيه المغربيه الا الملحون اللي باقي محافظ على التراث والاصاله ديالو، ياك لالا؟ فعلا كنحاولوا بشويه بشويه نطوروه باش ما نخرجوش على داك القالب ديالو، باش ما يكونوش هناك مؤاخذات من الناس ديال الملحون. كل ما كنتيش فنانة ديال الملحون شنو كان ممكن تكون سناء مراحتي؟ فنانة ديال الملحون. ما كنتيش تقدمي لنا شي حاجة من سامي ريبيتوار سامي المغربي هي اللي نختموا بها سميرة؟ نختموا بها وغير يعني نعاود نوه المهمة النبيلة اللي تتقوم بها سناء، لأنها من القلائل اللي محافظين على صورة الملحون وحاملة المشعل ديالو بكل افتخار. نتمناو أنك تمديه بعد عمر طويل إن شاء الله، أنت باقا صغيرة للجيل الجديد. تنشكرك باسم القناة الثانية وصباحية الدزام على تلبية الدعوة، و لك الكلمة تفضلي. أنا غادي نضرب موعد للمشاهدين ابتداء من الاثنين المقبل مع مواضيع عندها علاقة كلها برأس السنة الجديدة. الكل والمزيد صباحية الدزام، نهاركم مبروك. الغرام قداش صعيب مسكين ليك وابكياتو طولت الغيبة ويا غزالي يا غزالي طولت الغيبة وحشك في القلب نار ولهيبة طولت الغيبة غبتي يا غزالي أيام وليالي في غيبتك واش يا حلالي وفرقتك جاتني صعيبة طولت الغيبة. سناء ما تطوليش علينا، شكرا لك مرة أخرى. بارك الله فيك، شكرا.